ينضم إلينا الآن من واشنطن الأمريكية الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك رامي. السيد وود يقول في جلسة مخصصة لمناقشة جريمة ارتكبت في حق إيران إن إيران هي التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. يبدو منطقا عجيبا يا رامي، أليس كذلك؟ مرحبا محمد. يعني بالطبع الولايات المتحدة لديها موقف مسبق حتى قبل دخول هذه الجلسة، ولو لاحظنا ستجد أن المندوب الأمريكي تجنب أي حديث عن عملية اغتيال إسماعيل هنية لا بالخير ولا بالشر. يعني لن تقد العملية أو أدانها مثل ما أدانها معظم المندوبين، مندوبي الدول في مجلس الأمن أو في هذا الاجتماع أقصد، بالإضافة إلى أنه حتى لم يمتدح العملية، يعني لم يصفق لها أو يقول إنها كانت عملية ناجحة وكذا وكذا. يعني وهذا موقف أمريكي، هذا هو الموقف الأمريكي من هذه العملية، محاولة الصمت، محاولة تحويل الانتباه إلى أشياء أخرى غير هذه العملية. لأنه بالفعل رد فعل الولايات المتحدة من الصعب جدا، يعني إذا وضعت نفسك مكان المسؤول الأمريكي في عملية كذا ماذا ستقول؟ هل ستدين عملية تخلصت من شخص تعتبره أنت إرهابيا؟ أم أنك ستصفق لهذه العملية والتي تعد انتهاكا لدولة أخرى؟ ليس هذا فحسب، انتهاك من حليف أنت تدعمه، وفي نفس الوقت يؤجج صراعا لا أحد يعلم مداه في منطقة أنت تحرص دائما على أن تقول إننا يجب أن نتجنب الصراع فيها، وهي منطقة الشرق الأوسط. في الحقيقة رد الفعل الأمريكي، يعني أنا وضعت نفسي مكان المسؤول الأمريكي ووجدت أنه أفضل رد فعل هو لا رد فعل، وهذا بالفعل ما تبنته الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى من هذه العملية وأنباء هذه العملية، عندما رد البيت الأبيض على معظم وسائل الإعلام التي تحدثت مع متحدثيه قائلا لا رد فعل فوري حتى الآن، ثم خرجت بعد ذلك ردود أفعال تتحدث عن ضرورة الاهتمام بالهدنة الإنسانية في غزة، ضرورة مواصلة والمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محاولة لتحويل الانتباه عن القضية الأساسية وهي قضية اغتيال إسماعيل هنية في إيران، والتي لا تريد الولايات المتحدة في الحقيقة أن تنخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وكأنها تريد أن تقول حدثت وانتهى الأمر، دعونا نفكر في الخطوة التالية. هذا هو ترجمة ما تحدث به نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، وهذا هو ملخص ما تحدث به كل المسؤولين الأمريكيين منذ يعني حدوث هذه العملية وحتى هذه اللحظة. لكن يا رامي هناك ما يمس دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط في تفاوض شاق ما يزال مستمرا حتى الآن للوصول إلى هدنة وتبادل المحتجزين والأسرى إلى آخره، لأن إسرائيل قتلت عراب المفاوضات المعتدل في حماس كما يوصف، كما كان يوصف إسماعيل هنية، لم يصدر رد فعل بشأن ذلك؟ لم يصدر رد فعل بشأن ذلك. وعندما سئل جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض في الإجازة الصحفية اليوم، وعندما سئل أيضا نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بيدان باتيل في الإجازة الصحفية اليوم، كانت الإجابة نحن لن نخمن ما هو تأثير مقتل إسماعيل هنية على مسار هذه المفاوضات، لكننا يجب أن نحاول ونحاول بجد في دفع هذه المفاوضات قدما، لأن وقف إطلاق النار في غزة أصبح الآن، والكلام للمسؤولين الأمريكيين، هو المخرج من كل هذه الأزمات، ووقف إطلاق النار في غزة سيطفئ كل النيران في كل أرجاء المنطقة بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سواء كانت صراعات ما بين إسرائيل وإيران، سواء كان صراع بين إسرائيل وحزب الله، صراع بين إسرائيل وبعض الجماعات العراقية الموالية لإيران، أو حتى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. لذلك تلقي الولايات المتحدة بثقة الكبير الآن على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تعلم جيدا الولايات المتحدة وبحسب أكسيوس، ولكنها لم تصرح، بحسب أكسيوس التي أخبرها بعض المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لديها الآن قلق عميق، إدارة بايدن لديها قلق عميق
من التأثير السلبي لغياب إسماعيل هنية عن المشهد وتأثير ذلك على مسار المفاوضات. كذلك CNN وكما وصفته أنت وصفته بأنه بالفعل هو رئيس المكتب السياسي وعرب هذه المفاوضات وهو رجل سياسة، بينما عندما قتلته أو قتل، دعنا نقول قتل لأن إسرائيل حتى الآن يعني رفضت التعليق على أنها هي التي قتلتها أو لم تعترف حتى الآن، عندما قتل لم يبق سوى القادة العسكريون في حماس، وضربت مثالا CNN بيحيى السنوار وقالت إن هؤلاء هم قادة عسكريون مقاتلون، قابليتهم للتفاوض أقل كثيرا من إسماعيل هنية الذي يفهم دهاليز السياسة، يعرف يعني هات وخد، يعطي ويأخذ، ولكن هؤلاء في النهاية قادة عسكريون يكون لديهم مهام معينة مكلفون بها ينفذونها فحسب، مثل ما حدث في 7 أكتوبر. والكلام لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية في تحليلها للموقف بعد مقتل إسماعيل هنية، فبالفعل الموقف الآن أصبح حرجا بالنسبة للولايات المتحدة، والمفاوضات تحتاج إلى عملية إنقاذ قوية وسريعة تحاول فيها الولايات المتحدة علها تصل فيها إلى اختراق قريب. لا أعرف يا رامي ما إذا كان حديث من أشرت إليه في البيت الأبيض في الإيجاز الصحفي قد قوبل بالتساؤل المنطقي التالي: طيب أنتم أيها الأمريكيون تريدون وقفا لإطلاق النار وترونه الحل، كيف يمكن أن نصل إلى هذا الوقف وإسرائيل قتلت من كان بإمكانه أن يوقف إطلاق النار من قبل حماس؟ أليس هذا منطقا بسيطا يا رامي؟ لم يطرح هذا السؤال. طرح يا محمد، طرح 15 مرة بحسب النائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي يعني بدأ يعني تململ كثيرا وبدأ ضائقا بأسئلة الصحفيين في هذه النقطة وفي نقاط أخرى تتعلق باغتيال إسماعيل هنية، وقال للمرة 15 أكرر لكم، هذا حصل حرفيا، أنا لا أبالغ، للمرة 15 أكرر لكم أنه ليس لدينا تعليق الآن على هذا الأمر، ومن المبكر التعليق أو التخمين بشأن تأثير غياب إسماعيل هنية أو مقتل إسماعيل هنية على مسار المفاوضات، ونحن نسعى قدما. 15 مرة كرر الإجابة أو ربما أكثر، وكأنها يعني رسالة مجيب آلي أو رسالة مسجلة هو فقط لا يقول غيرها. نفس الشيء ربما جون كيربي في البيت الأبيض كرر نفس الشيء. هذه الأسئلة في الحقيقة طرحت وطرحت مرارا من الصحفيين، ولكن في كل مرة تطرح كانت إجابة المتحدث تكون نفس الإجابة، وأنه لا يزال الوقت مبكرا لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير لمقتل إسماعيل هنية على مسار المفاوضات أم لا، وأن الولايات المتحدة تساعد أو تسعى للدفع قدما بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة. هكذا كانت الأسئلة وفي كل مرة هكذا كانت الإجابة. الرئيس بايدن منهمك في عمل دؤوب، وهو دعم نائبته كمالا هاريس في سياق معركتها الصعبة مع دونالد ترامب المرشح الجمهوري. الانتخابات تقترب ووضعها ليس في أفضل الأحوال يا رامي، أتتصور أنه لديه من الوقت والطاقة ما ينفقه لجبر ضرر حدث بالفعل في مسار مفاوضات شديدة الصعوبة والعسر كما نراقب جميعا؟ بالتأكيد لديه، يعني رغم أننا لم نسمع منه تعليقا مباشرا خلال الأحداث الماضية منذ الأمس ومنذ مقتل فؤاد شكر القيادي في حزب الله بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في بيروت أو ما تلا ذلك من اغتيال إسماعيل هنية في إيران، يعني لم نسمع من بايدن أي شيء، ويبدو يعني هو في اليومين الماضيين محدود النشاط ومحدود الظهور جدا، يعني الرجل يستعد للتقاعد في النهاية بعد عدة أشهر، ولكنه يريد قبل أن يتقاعد أن يترك إرثا، يريد أن يترك شيئا يعني يذكره به الديمقراطيون ويذكره به الأمريكيون إنجازا واحدا، وهو
أنه استطاع أن يطفئ نيران هذه الحرب. هذا سيكون أكبر إنجاز له، بالإضافة إلى إعادته للمحتجزين الأمريكيين لدى حركة حماس في غزة. أعتقد أنه حريص بالفعل على أن يترك هذا الإرث ليس فقط له ولاسمه يعني بعد رحيله عن البيت الأبيض، ولكن أيضا لحزبه، للحزب الديمقراطي، للإدارة الديمقراطية، على ذلك يكون دفعة جيدة لنائبته كامالا هاريس التي يرى فيها أنها هي الأنسب لقيادة الحزب بل وقيادة الولايات المتحدة في تلك اللحظة الراهنة، ولذلك دعمها في السباق الرئاسي. أعتقد أن إذا ما نجح بايدن في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وإعادة المحتجزين الأمريكيين فهذه نقطة، ونقطة كبيرة في صالح ليس فقط بايدن لكن الحزب الديمقراطي ككل والإدارة الديمقراطية ككل، وأعتقد أن ذلك قد ينعكس بصورة أو بأخرى على أصوات الناخبين الذين سيذهبون إلى صناديق الانتخابات في نوفمبر المقبل ليختاروا بين دونالد ترامب وكامالا هاريس. ترامب يتحدث كثيرا عن أن لديه حلولا سحرية لكل الأزمات سواء في الشرق الأوسط أو مع روسيا أو مع الصين أو مع يعني أي دولة أخرى أو أي منطقة صراع أخرى في أي مكان في العالم، ولكن عندما إذا ما توصلت إدارة بايدن إلى حل لهذه الأزمة أعتقد أنه سيكون لدى هذه الإدارة الديمقراطية شيء ملموس تستطيع أن يعني تقتات منه كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة على بعض الأصوات، على ذلك يكون دعما لها في أنها ربما تكون يوما ما هي سيدة البيت الأبيض. أخيرا يا رامي وباختصار شديدا لو تكرمت، بدا لبعض المراقبين أن نتنياهو حصل على ضوء أخضر من نوع ما خلال زيارته لواشنطن، خول له ما فعله ويفعله الآن في الإقليم. يعني دعني أقول لك إنه لا ضوء أخضر ولا أحمر، هو ضوء أبيض، بمعنى أنه شيء ما بين، أي أنه يعني ربما حدث شيء أن الإدارة الأمريكية أبلغته أو بايدن شخصيا أبلغه بأنه يمكنك أن تتصرف ولكن في حدود، خلصنا من هذا وذاك. يعني دعني أقول لك إن التخلص من فؤاد شكر وإسماعيل هنية هو يعني نقطة في صالح الأمريكيين بالتأكيد، وأمر يسعدهم. يعني أي مسؤول أمريكي ستسأله بينك وبينه سيقول لك إنه يرحب بذلك، ولكنه لا يستطيع أن يقول ذلك في العلن، فالاثنان مطلوبان، خاصة فؤاد شكر كان على رأسه 5 ملايين دولار وضعتها الولايات المتحدة. لذلك أعتقد أنه بالفعل حصل نتنياهو ربما، هذا ما يقوله المحللون، على ضوء ما، ولكن الولايات المتحدة أيضا حريصة على ألا يخرج نتنياهو عن النص ولا يخرج عن العقال، لأنه إذا زاد الشيء عن حده سينقلب إلى ضده، وبدلا من تهدئة الأمور في المنطقة والتخلص من أعداء الولايات المتحدة سيستفيق كل هؤلاء الأعداء ويتحدون ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لرامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن.